أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدي الكرام في إطلالتنا الجديدة على شاشة النيل من القاهرة، أهلا بكم. اليوم هو 14 من جمادي الآخرة من عام 1441، 8 فبراير من عام 2020. كما اعتدنا مع حضراتكم في هذه الإطلالة على شاشة النيل نبدأها بهذه الجولة الإخبارية. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة الاستمرار في إرسال مقاتلين أجانب وعناصر إرهابية بالألاف من سوريا إلى الأراضي الليبية، ونبه إلى أن تهديدات ذلك الوضع لن تقتصر على الأراضي الليبية وفي الوقت الحاضر فقط، بل سيمتد أثر ذلك خارج حدود ليبيا ليطال أمن دول جوارها. وقال السيسي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا والساحل إن الأزمة الليبية تمر بمرحلة حرجة تزيد من تعقيدها وتحمل تداعيات أمنية غاية في الخطورة، لا تنحصر داخل الحدود الليبية بل تتجاوز إلى دول الجوار الليبي. وأكد رئيس الجمهورية أن المقاربة الشاملة لمعالجة هذه التحديات يجب أن تتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية والتنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما يجب أن ترتكز بالأساس على تقديم الدعم والمساندة لجهود دول الساحل بتدعيم مؤسساتها الوطنية وتمكينها من بسط سيادتها وسيطرتها التامة على كامل أراضيها. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى عاصمة الإثيوبية أديس أبابا لترأس قمة الاتحاد الإفريقي في دورته العادية رقم 33 التي تعقد على مدى يومين في 9 و10 من الشهر الجاري. ويتضمن نشاط رئيس الجمهورية المشاركة بقمة مجلس السلم والأمن الإفريقي حول ليبيا، إضافة إلى اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الكبرى، فضلا عن قمة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الإفريقي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في دورتها العادية 33. بعد وصول سيارته أجريت مراسم الاستقبال الرسمية. قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يستعرض خلال القمة الإفريقية بأديس أبابا سوف يستعرض رؤية مصر تجاه العمل الإفريقي المشترك والتكامل التجاري والتنمية داخل القارة السمراء. وأوضح السفير بسام راضي أن الرئيس السيسي سيشارك غدا في الجلسة المغلقة لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي ستعقد في إطار القمة، كما سيشارك الرئيس في الجلسة الافتتاحية التي سيقوم خلالها بتسليم رئاسة الاتحاد من مصر إلى دولة جنوب إفريقيا. وأشار راضي إلى أن الرئيس سيلقي كلمة خلال القمة يستعرض خلالها الإنجازات التي حققتها الرئاسة المصرية لهذا الاتحاد، إضافة إلى عرض رؤية مصر فيما يخص خريطة الطرق الإفريقية أو خريطة الطريق الإفريقية التي تم تدشينها العام الماضي. وأكد راضي أن برنامج الرئيس خلال فترة انعقاد القمة سيكون حافلا ومزدحما بالعديد من اللقاءات الرئاسية.
صرح وزير الخارجية سامح شكري في حديث خاص لقناة النيل، قال فيه إن تقرير مصر عن رئاستها للاتحاد الإفريقي سيعرض أمام لجنة الاتحاد الإفريقي، وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحديث على لسان وزير الخارجية سيشارك في القمة باعتباره رئيسا للاتحاد الإفريقي، ثم تتم مشاركة السيسي ومشاركة مصر باعتبار مصر الدولة التي يتم مراجعتها. وأكد أن جهود مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة، بالإضافة إلى الاهتمام بتدعيم التعاون والاندماج الإفريقي في العمل على الارتقاء بمستويات القارة الإفريقية من الناحية الاقتصادية وفي مجال السلم والأمن. شارك النهاردة في فعالية مراجعة الوزراء، تقرير مصر يعرض على اللجنة، هيتم أولا مشاركة الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الأفريقي، ثم مشاركته باعتبار مصر هي الدولة التي يتم مراجعتها، مشاركة الرئيس في القمة لمجلس السلم والأمن اتصالا بليبيا طبعا في ضوء أولا دولة جارة لمصر، الجهود اللي بتبذلها مصر من خلال الجهود الأممية ومن خلال المسار برلين واتصالاتها الواسعة مع الشركاء الدوليين لتحقيق الاستقرار والوصول إلى توافق فيما بين الأشقاء في ليبيا لإنهاء حالة الصراع وتدعيم المؤسسات والقضاء على الإرهاب. وبالنسبة لآلية الشركاء يا فندم، آلية مراجعة الوزراء شو؟ يعني الآلية تقرير مصر هيعرض، وأفتكر أنه هو استعراض شامل للجهود التي بذلتها مصر في إطار حقوق الإنسان، في إطار حريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار الجهود التنموية، ونتوقع أن تكون هذه المراجعة من المراجعات المنهجية التي تضع معيار لعمل لجنة الوزراء. فندم، أبرز القضايا والملفات اللي هتشتغل عليها مصر إن شاء الله من خلال عضواتها في الترويكا بعد تسليم الرئاسة لدولة جنوب أفريقيا؟ يعني تستمر جهود مصر والسيد الرئيس واهتمام بتدعيم التعاون والاندماج الأفريقي، العمل على الارتقاء بمستويات الاقتصادية، توفير العمالة للقارة الشابة، إدخال المنظومة للطاقة الجديدة والمتجددة، دعم التوسع في الاندماج والتواصل للبنية الأساسية، وبالتأكيد استمرار الجهود المصرية في جهود إسكات البنادق على عام 2020 وتحقيق السلم والاستقرار من خلال مشاركة مصر في مجلس السلم والأمن. سؤال أخير يا فندم، أبرز المحطات الإنجازات والتي تحققت تحت رئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للدورة الحالية للاتحاد الإفريقي؟ الإنجاز هو الرئاسة المصرية وما أظهرته من انتماء مصر القوي لأفريقيا واهتمامها بقضايا القارة الأفريقية، التواصل المباشر بين السيد الرئيس وأشقائه وبناء جسور من التفاهم والأرضية المشتركة على المستوى المؤسسي والمستوى الشخصي، أيضا الفعاليات الكثيرة التي شارك فيها السيد الرئيس ويستمر في أن يكون صوت للقضايا الأفريقية والاهتمام بتمثيل القارة الأفريقية في الأوساط الدولية، الاهتمام بكل القضايا اللي هي محل تأثير مباشر على ليس فقط التنمية الاقتصادية في مصر، ولكن الإدراك بأنه تنمية مصر هي مرتبطة بالتنمية القارة، وأنه التكامل فيما بين مصر والقارة الأفريقية لا غنى عنه. معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية، بشكر سيادتك جزيلا، شكرا على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا. واتصالا مع السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق معلقا معنا عن المشاركة المصرية في تسليم وتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي من مصر إلى دولة جنوب إفريقيا. مع السفير، أهلا بك. أهلا، مساء الخير. كيف ترى كلمة مصر التي ستعبر فيها عن ما قدمته للقارة خلال فترة رئاستها العام الماضي؟ يعني دار العداء أن نقدم ملخصا لما قامت به الرئاسة الحالية لتسلم الراية إلى الرئاسة القادمة وهي جنوب أفريقيا، ثم تشاركها في إدارة الملفات للسنة القادمة، بحكم أن لدينا نظام الثلاثية أو الترويكا التي تتكون من الرئاسة السابقة والحالية والقادمة. وبالطبيعة مصر لديها الكثير من الملفات التي تقدمها، وأشقائنا في الدول الأفريقية تبعهم
عن قرب بكل الجهود المصرية التي تمت في هذه الفترة. ثم في الجلسة التي سيرأسها الرئيس سوف يدعو في مرحلة معينة بعد خطابه رئيس جنوب افريقيا ليتفضل برئاسة المنظمة للعام القادم ويسلمان على بعضهما، ويعود رئيس مصر إلى مكانه كرئيس للوفد المصري، ويبقى رئيس جنوب افريقيا ليتولى المسؤولية للعام القادم. طيب من الناحية الفنية، هل رئاسة كل دولة للاتحاد الإفريقي، أتحدث عن مصر وما سيأتي من جنوب إفريقيا وما كان قبل مصر وما سيستمر في هذا النهج المرتبط برئاسة الاتحاد الإفريقي، هل هو بيكون طبقا لرؤية كل دولة في تطبيق سياستها ومفهومها سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية في إطار هذه الرئاسة؟ لا، المفروض أن هناك جدول متفق عليه، ونحن الآن نتكلم عن 2063، إذن هو جدول متفق عليه. لكن لا شك أنه كما أنت تأتي برئيس وزراء أو وزير جديد في وزارة لديه سياسة دولة تريدها، لكن في نفس الوقت الشخصية لها بصمة معينة، ولا شك أن مصر قادرة بحكم أنها من أكبر البلدان إفريقيا ودولة ذات تاريخ في إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقي، لا شك أننا نعرف طريقنا جيدا، زائد أن لدينا دبلوماسية عريقة وقديمة ولها يعني قبول شديد في كل البلدان الإفريقية، الوجه المصري مقبول بحكم العلاقات الوطيدة. ولاحظ أنه ما من قضية طرحتها مصر سواء في المنظمة أو المنظمات الدولية إلا وكانت إفريقيا تصوت معنا بشبه إجماع كبير. الدليل على هذا أن الرئيس أبو مازن فلسطين حاضرة دائما الاجتماعات الإفريقية، وفلسطين ليست دولة إفريقية إنما لأجل خاطر مصر والدول العربية الإفريقية، فإن إفريقيا اعتبرت قضية فلسطين قضيتها وتساندها على طول الخط. طيب كنا استمعنا إلى كلمة رئيس جنوب إفريقيا ما قبل تسلمه للرئاسة، قال إنه سيقدم حلول جديدة هامة من الناحية الاقتصادية، هل ده في إطار رؤية، يعني ده كان مرتبط أيضا بسؤالي ثم إجابة حضرتك على هذا السؤال، هل ده يرتبط برؤية الجنوب إفريقيا أو الدولة صاحبة الرئاسة في إطار الخطة العامة اللي بينفذها الاتحاد الإفريقي؟ لا مانع، لأن كل دولة كما قلت أولا لها تلتزم بالسياسة العامة لكن لها بصمتها في الإدارة، وطبعا كل دولة لها علاقات خاصة هنا أو هناك. مصر لها علاقة قوية جدا طبعا كرائدة في العالم العربي، لدينا اتفاق مصر أوروبي استخدمناه لدعم إفريقيا، ذهبنا إلى الصين في قمة الصين إفريقيا، ذهبنا لليابان في قمة اليابان إفريقيا، وهكذا في برلين وفي باريس. لا بأس أبدا، ونرحب إذا كانت جنوب إفريقيا ما زالت لديها الإضافة لتضيف لهذه الجهود المصرية الناجحة. طب ولماذا فكرة الترويكا أن تكون الدولة السابقة والدولة الحالية والدولة القادمة، فكرة أن يتم تشكيل أو الإبقاء على هذا المفهوم أنه الرئاسة الحالية والقادمة والسابقة، فكرتها إيه؟ هي مسألة الاستمرارية، لأن المسألة أن يعني الرئيس القادم كما أنا قلت هو سيتبع أساسا ما يتفق عليه زعماء دول إفريقيا كلها، ثم يعني بصمته في أسلوب التنفيذ وما إلى ذلك، وتظل القيادة القديمة السابقة تملي عليه أو توجه إليه من الملفات، لأن هي لديها ملفات كثيرة فتلفت نظري من أمل آخر إلى يعني تفصيلات هنا وتفصيلات هناك، ويكون أيضا في محل الاستماع الرئاسة القادمة أيضا تظل طوال العام تدرس معنا، وبالتالي هي الفكرة للترويكا هي فكرة الاستمرارية بحيث لا يحدث نشاز في التمثيل عندما تتغير الرئاسة مرة كل سنة. مع السفير جمال بيومي وأنت مساعد وزير الخارجية الأسبق، إذ كنت معنا هاتفيا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. نستمر معكم في هذه القراءة الإخبارية في برنامج من القاهرة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق ما بين جميع الوزارات والجهات المعنية لتسديد العقبات في سبيل الانتهاء من مشروع إحياء طريق الكباش في أقرب وقت ممكن. جاءت هذه الكلمات خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع المستشار مصطفى
الهم محافظ الأقصر، والذي تم خلاله استعراض آخر المستجدات حول مشروع إحياء طريق الكباش والموقف التنفيذي لهذا المشروع. مدبولي قال إن مشروع إحياء طريق الكباش يعد مشروعا قوميا سوف يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، وسيكون بمثابة متحف مفتوح يبرز حضارة مصر التاريخية. معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي من الأقصر. أهلا بك. إلى أن ينضم إلينا هذا الاتصال الهاتفي نستكمل معكم هذه القراءة الإخبارية. الخبر الآن حول زيارة رئيس أركان العفو، سنستمر في هذا الشق السياحي، هو جولة الدكتور خالد العناني وزير السياحة، الذي تحدث أثناء هذه الجولة وقام فيها بتفقد ما تم تنفيذه من أعمال مشروع الهوية المصرية بمعبد الأقصر والكرنك ورفع كفاءة الخدمات السياحية بهذه المنطقة. الزائرون حرصوا على التقاط بعض اللقطات التذكارية مع وزير السياحة والأثار، وأبدوا إعجابهم بما شاهدوه من اهتمام مصري بهذا الأثر. رحب وزير السياحة والأثار بالسياح وشرح لهم خلال هذه الزيارة ما ستقوم به مصر أو ما قام به خلال السنوات الثلاث الماضية، وقام به بعثة مصرية بترميم وإعادة تركيب ورفع ثلاثة تماثيل للملك رمسيس الثاني ضمن مشروع إعادة واجهة المعبد إلى شكلها الأصلي عما كان عليه عن طريق ترميم وإعادة تركيب ورفع هذه التماثيل مرة أخرى. وأثناء هذه الجولة بمعبد الكرنك التقى وزير السياحة والأثار بمجموعة أخرى من السياح، أعربوا عن إعجابهم أيضا بما شاهدوه حول الاهتمام بإحياء الحضارة المصرية القديمة. معنا مرة أخرى انضم إلينا الآن الأستاذ محمد عثمان، وهو عضو لجنة التسويق السياحي بالأكثر، معلقا على هذا المشروع. أستاذ محمد تحياتي ليك. تحياتي لحضرتك. أهلا وسهلا. تطلعنا على تفاصيل هذا المشروع. الحقيقة ما يتم الآن في من ترتيبات في الأقصر في منتصف الموسم السياحي الآن، والجولة الرائعة اللي قام بها الدكتور خالد عنان، الحقيقة يجب قطاع السياحة كله يتوجه له بالشكر. الانتهاء أو قرب الاجتماع انتهاء من طريق الكباش اللي بيربط ما بين معبدي الكرنك والأقصر، واللي هيبقى أيقونة لأنه ليس هناك في الوجود مثل هذا الجمال بطول 3 كيلو و700 متر، مجموعة من الكباش على الطريقين قريبا جدا، اعتقد خلال شهور سيتمكن السائح من التحرك ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر. ستقام بعض الكافيهات الصغيرة للناس تستمتع بهذا المنظر ليلا او نهارا. الحقيقة الزيارة النهاردة كانت بتناقش وبشدة عودة السياحة الثقافية، احنا مقبلين على حدث رائع في 2020 وهو افتتاح المتحف المصري الكبير، لكن التدفق السياحي اللي بتشهده مصر الآن واللي وصل إلى معدلات تتجاوز معدلات الزور سنة 2010 يبشر بموسم سياحي رائع. الجولات اللي بيقوم بها دكتور خالد عنان خاصة بعد ضم وزارة السياحة ووزارة الآثار والمجهود الرائع لحل مشاكل كل القطاع، والحقيقة أنا بحيي يعني القيادة السياسية على دعمها ب50 مليار جنيه لإعادة الحياة للمنشآت السياحية. كثير من الفنادق والمراكب كانت في حالة سيئة جدا نتيجة للأيام الصعبة اللي مرت علينا. الحقيقة الآن بعد هذه المبادرة بدأت المراكب ترى النور مرة أخرى مع دعم الدكتور خالد عنان والاكتشافات الرائعة. ليست هناك دولة تكتشف 19 أثر في عام واحد مثل مصر في 2019. هذا العام إن شاء الله سيكون عام الخير على السياحة الثقافية، مستوى إنفاق رائع، عندك مقاصد سياحية متنوعة من جنوب شرق آسيا لغاية الأمريكتين. زمان كنا بنعتمد على 5 مقاصد سياحية، الآن مصر عادت بقوة إلى مكانها السياحي الذي يليق بها واللي تكون فعلا قاطرة للتنمية في مصر بإذن الله بعد ما استتبت الأمن والدولة فرضت سيطرتها على مصر. ويكفي أن نقول أن ليست هناك دولة في العالم تضع حظر على التدفق السياحي إلى مصر الحمد لله. طيب فيما يتعلق باجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع محافظ الأقصر والحديث عن مشروع إعادة إحياء طريق الكباش، مفهوم الإحياء، فكرة المشروع في الأساس هي قائمة على طريق الكباش، طريق قديم موجود من العصر الفرعوني، لكن للأسف كانت بنيت عليه أجزاء كثيرة من الدولة من البلد وكانت عليه بتقصد تعديات يا فندم؟
كانت اه طبعا كانت فيها كم تعديات ده ما كانش مكشوف منه اكتر من حوالي مثلا 150 متر. وقامت الدوله الحقيقه وكان ده التوجه السياسي الرائع بان تم تعويض كل من ادير بهذا الامر يا اما ببيوت حديثه يا اما باموال وانتقل الناس وانتهى طريق الكباش خمس مناطق. احنا في اخر جزء من ناحيه الكرنك الناحيه الشماليه بيتم الانتهاء منه خلال فتره قريبه جدا. الحدث ذاته فريد جدا لانه دخل معبد الكرنك موسوعه جينيس كاكبر دار عباده حجري، لكن الدكتور مصطفى معالي رئيس الوزراء وسيد المحافظ الاقصر النهارده في وجود السيد الدكتور خالد عناني بيحطوا الخطه النهائيه، لان احنا عندنا رغبه ان يكون هذا بمثابه احتفاليه كبرى، لانه غير مسبوق في العالم ان يوجد معبدين بهذه بهذا الجمال والجوده ما بين معبدي الكرنك والاقصر في طريق الكباش. اعتقد خلال قبل المتحف الكبير سيتم الاكتشاف. وعايز اقول لحضرتك ان شركات السياحه في العالم الان بتتحدث عن هذا الطريق، شركات السياحه في العالم بتنتظر مثل هذا الحدث. مصر عادت مره اخرى سياحيا وبفضل القياده السياسيه وبفضل البنيه التحتيه، خلينا اقول لحضرتك كلمه حق، البنية التحتية الرائعة. النهاردة كان عندنا طلبات من الدولة بفتح الطرق ما بين الأقصر وأسوان والأقصر ودندرة والأقصر ومرسى علم وجيب إليها فورا. ده معناه أن الدولة عارفة قيمة السياحة وأنها في ظهر صناعة السياحة اللي بيعمل فيها 4 مليون واحد، واللي كانت في يوم من الأيام أحد روافد الخير إلى مصر، لكن تفهم رائع من الدولة ومن القيادة السياسية، مجموعة أحداث رائعة، متحف المتحف المصري الكبير اللي هيبقى نقلة في حياة السياحة الثقافية في العالم، مجموعة توت عنخ آمون. أنا أكفل أن أقول لحضرتك أن مجموعة توت عنخ آمون اللي بتلف العالم الآن أحيت السوق الفرنسي مرة أخرى. أول يوم في 1 نوفمبر تم بيع 250 ألف تذكرة في إنجلترا في لندن عشان زيارة المتحف، عشان زيارة مجموعة توت عنخ آمون. مصر عادت بفضل الأمن والأمان والاستقرار والبنية التحتية إن شاء الله بكل الخير ونشوف إن شاء الله الخير مقبل بإذن الله تعالى بفضل الله وبفضل القيادة السياسية إن شاء الله. شكرا لك الأستاذ محمد عثمان، وأنت عضو لجنة التسويق السياحي بالأقصر، شكرا جزيلا إن كنت معنا هاتفيا من هناك. نستمر معكم مشاهدي الكرام في هذه القراءة الإخبارية التي أكد فيها الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة إعداد واختيار القادة على كافة المستويات يكونوا قادرين على تنفيذ المهام بفكر متطور وفقا لأسس علمية دقيقة تتناسب مع المسؤوليات المكلفين بها. كما أوصى رئيس الأركان بالتسلح بالعلم والمعرفة والمحافظة على الانضباط العسكري والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم القدامى والتواصل الدائم مع المرؤوسين لتظل القوات المسلحة دائما قادرة على حماية مقدسات الوطن وصمام القوة التي يصون السلام والتنمية. جاء هذا الحديث خلال لقاء رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالضباط الذين تم تعيينهم لتولي المناصب القيادية بالقوات المسلحة، حيث نقل لهم تحيات وتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقادة المعينين للمناصب القيادية بمستوياتها المختلفة. وزارة الصحة المصرية أعلنت عن خطتها الوقائية والاحترازية ضد الأمراض المعدية داخل المنشآت التعليمية الطبية، وذلك تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي. هذا وقد أكدت وزارة الصحة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المدارس، إضافة إلى تدريب الفرق الطبية على كيفية مكافحة الأمراض المعدية والتعرف أو التعريف بالطرق الاحترازية والوقائية ضد أي مرض معدي، إضافة إلى القدرة على الاكتشاف المبكر والإبلاغ الفوري عن المشتبه في إصابتهم بأي أمراض وبائية ليتم عزلهم فورا. قررت وزارة التجارة والصناعة مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 275 لعام 2019، وهو الخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل من عام 2020. الوزارة أكدت أنه تم الانتهاء من 46 صومعة ضمن المشروع القومي للصوامع بطاقة تخزينية تصل إلى 1,600,000 طن من القمح. We'll be right back.
صومعه من هذه الصوامع حكايه، حكايتنا تتفق سواء في اختيار المكانه او التكنولوجيا الموجوده بها، والهدف في النهايه هو الوصول بنسب الفقد في القمح الى صفر. فعلى امتداد البصر وعلى الطرق التي تم انشاؤها في السنوات الخمس الاخيره انشئت الصوامع بجوار الكثافات الزراعيه لتخزين القمح ولتسهيل الامر على المزارع لتقليل التكلفه عليها، بحيث انها تخدم الفلاح وفي نفس الوقت تحافظ على المخزون بتاعنا، بحيث ان هو الفلاح يقدر يدخل القمح بتاعه بسهوله، وفي نفس الوقت احنا بنوفر عليه الوقت والمجهود. لان احنا كنا بنروح الصلحيه وكنا بنروح بورسعيد وكنا بنروح الاسماعيليه وكنا بنبهدل، والعربيه كانت بتعب اليومين والثلاثه واكثرنا بتيجي متكسره من كثر التعب والمشقه. اصبح الوقت عندنا الصومعه جنبنا خالص في هنا في مركز صان محافظه الشرقيه، جنب الدقهليه على طول، بتخدم الوقت الدقهليه وبتخدم الشرقيه وبتخدم بورسعيد. هنا صان الحجر بالشرقيه صومعه جديده تدخل الخدمه بطاقه تخزينيه تصل الى 60,000 طن ضمن المشروع القومي للصوامع، والذي تصل الطاقه التخزينيه به الى ما يقارب المليوني طن. طاقه تخزينيه 1,600,000، المشروع القومي يستهدف 1,700,000. الشركة أو الدولة تعمل على انتشاره في جميع أنحاء الجمهورية، من شرق العوينات لعند سينا موجود الصوامع، حتى تتمكن لها تغطي جميع أماكن الجمهورية. ومع دخول تلك الصوامع الخدمة تكون الطاقة التخزينية للقمح قد وصلت إلى الملايين الثلاثة والخمسمائة ألف طن، من المستهدف أن تصل إلى 4,200,000 طن بنهاية العام. كان نسبة الفاقد بيتراوح من 10 ل 15% سابقا، ولكن في صومعة صان الحجر والصوامع الحديثة العالمية المجهزة ديت أصبح نسبة الفاقد قد يصل إلى صفر. فالصوامع قد تم تجهيزها بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية سواء ميكانيكيا أو كهربائيا. الموضوع أوتوماتيكي 100% بدون تدخل للعامل البشري، من بدءا من استلام الأقماح حتى صرفها بدون تدخل أي عامل بشري. كل عندي 12 صومعة، كل صومعة من خلال هذا الجهاز بعرف الحرارة والرطوبة داخل كل صومعة من هذه الصوامع، طبقا لعدد الحساسات الموجودة داخل الصومعة بيديني متوسط الحرارة، ومن خلالها بقدر أحافظ على الأقماح بتاعتي والافات الحشريه اقدر اقاومها. بذلك تكون الدوله قد نجحت بانشاء تلك الصوامع بالوصول في الفاقد من القمح الى صفر، ونجحت ايضا في توفير ما يزيد عن المليارات الاربعه من الجنيهات كانت تضيع سنويا بسبب الفاقد في القمح. رمضان الشحات، النيل. هنا انتهت الجولة الإخبارية، هذا الشق الإخباري من هذا البرنامج. بعد قليل سنتوقف مع وقفة حوارية أولى سنتحدث فيها عما سيكون غدا باجتماع القادة الأفارقة في القمة 33 التي ستكون تحت عنوان إسكات البنادق لتهيئة الظروف المواتية للتنمية في إفريقيا. سبق هذا الاجتماع الذي سيعقد في الغد يومين من اجتماعات وزراء الخارجية التي ترأستها مصر تمهيدا لاجتماع القادة وتسليم وتسلم القيادة من مصر إلى جنوب إفريقيا الرئيس القادم للاتحاد الإفريقي بعد قليل، ملتقانا إن شاء الله.